وأن ما قد يظهر من النقص في عرف الناس أو في مشام الناس من آثار الطاعة فهو محبوب من الله ومرضي له سبحانه وتعالى، فهو سبحانه يحب من عباده أن يجتهدوا في عبادته وأن يخلصوا له العمل وأن يعاملوه بينهم وبينه سرا يرجون رحمته ويخشون عقابه جل وعلا. فإذا حصل من رائحة الصوام ما قد يستنكره الناس أو ينفر منه الناس فهو محب عند الله لأنه نشأ عن طاعته، ولهذا جب الحديث الصحيح خلوف من الصائم يطعم عند الله من ريح المسك، والخلوف ما يتصعد من الجوف عند قلة الطعام أو عدم الطعام، قد يكون مذموما في مشام الناس ولكنه عند الله رفيع وعظيم لأنه نشأ عن طاعته، كما أنه سبحانه يحب من عباده أن يخافوه وأن يذلوا لعظمته وأن ينكسروا لجبروته وأن يخافوه ويرجوه، كل ذلك محبوب له سبحانه وتعالى. فالمؤمن يجب أن يكون هكذا ذليلا بين يدي الله، متواضعا راغبا فيما عند الله، خائفا وجلا مشفقا، يخشى شر ذنوبه ويخشى ربه ويخاف عاقبة معاصيه، لا يمن على ربه بعمله ولا يأمن ولا يتكبر، بل يكون بين يد ربه ذليلا منكسرا يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. هكذا أولياء الله عندهم الإيمان والخوف والحذر والخشية لله والمسابقة. قال تعالى: إنهم كانوا، يعني الأنبياء والصالحين، يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا رهبا وكانوا لنا خاشعين. قال جل وعلا في حق خلفاء الرسل: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. قال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء هم الرسل وأتباعهم، لأنهم أعلموا بالله وأعلموا بصفاته، فهم أكملهم خشية لله وأكملهم خوفا من الله. الرسل والأنبياء وخلفاؤهم من علماء الحق هم أخشى الناس لله، كل مسلم يخشى الله، كل مسلم وكل مسلم يخشى الله، لكن كل ما زاد العلم زادت الخشية لله. فالرسل أعلم الناس بالله وهم أكمل خشية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وهكذا العلماء، علماء الحق، علماء الهدى، هم أخشى الناس لله بعد الأنبياء. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم واخشى الناس لله وأرفعهم منزلة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن أن يجتهد في الحق والعمل الصالح ويكون له نشاط فيما يرضي الله ويقرب لديه، وإن كان ذلك قد لا يروق لبعض الناس فلا يهمه رضا الناس في هذه المسائل، ولكن يهمه أن يرضي الله بالعمل الذي يرضاه سبحانه وبالعمل الذي أحبه وشرعه، رضي الناس وكرهوا. وفق الله جميعا.